انا سعيده الحمد لله ان احنا وصلنا لختام مهرجان الجونه والدوره الخامسه. كان في عكوسات كتير، كان في يعني حرب كونيه كبيره قوي، بس الحمد لله احنا قدرنا ننجح ونعدي، وده دوري ودي مسؤوليتي وده واجبي، مش مجرد عشان انا ممثله، لا ده جزء من مسؤوليتي في المهرجان. انا شفت كل افلام المهرجان، يعني ما فيش فيلم فوتته الحمد لله. انا باجي انا بنبسط، انا بستفيد وبتعلم وبشوف ايه الجديد حواليا، يعني انا ده الغرض من وجودي في المهرجان. يعني اجازه افلام، اجازه اقدر اتفرج فيها على افلام، اقدر اقابل ناس جديده واقدر اشوف مدن جديده، يعني حاسس ده احسن حاجه في العالم. انه في افلام عمري ما هعرف اشوفها غير في المهرجانات، يعني وفي ممثلين عمري ما هعرف اتعرف على ثقافه بلادهم غير في المهرجانات، وفيلم ميكرز مهمين قوي عمري ما هعرف اخد اي فكره عن اي حاجه بيعملوها غير في المهرجانات، فدي حاجه مهمه. احنا اتعزمنا في اسكتلندا ان نبقى، احنا ترشحنا لفور فايف اووردز، بيست اكتر وبيست دايركتور رايتر بيست فيلم بيست سبورتنج، فلا هوبفلي ان شاء الله نكسب، يعني ذو بي نايس بي ريلي ريلي كول، بس ان احنا اصلا نبقى نومينيتد از اميزنج. مبسوط اكون في مصر، اول مره لي في مهرجان الجونه، لازم نكون زيها حتى في المهرجان عندنا في جده ان شاء الله. هي دي احلى حاجه عامه، ان بيبقى في اكسس لافلام مش بتبقى عندنا الاكسس ليها في خلال السنه طبعا، فالمهرجان بيدينا الفرصه ان احنا نقدر نتفرج على افلام من حوالين العالم كله. I love that.